هلا والله، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ادينا لكم مقطع تسريبات سكنات الموسم الرابع، والتسريبات هاي اتحدى اي واحد نشر عنهم قبلي، لاني جايبهم من المصدر الرسمي اللي بتطلع عن طريقه جميع التسريبات. تمام، فشكرا كثير مصطفى صلاح، يعني مش عارف كيف اشكرك. شكرا. قبل ما اترككم مع تسريبات مثل باس الموسم الرابع، يا ريت تحطوا لايك لهالمقطع عشان ينتشر بشكل اكبر، وعن جد هذا الشيء بيساعد على الاستمرار. وتاكدوا انكم مشتركين بالقناه ومفعلين زر الجرس. خليكم مع المقطع. باي باي. على فكرة في ملاحظة ما حكيتها بالفيديو، واللي هي انه في سكنات من هاي السكنات، يعني غالب معظم السكنات هاي السكنات المتشابهة اللي شفتوها هاي راح تكون في محتويات الريال باس. تمام، بس في سكنات ثانية راح تكون في المتجر. حلو، ما حكى عنها الشركة بس راح تكون منها بالمتجر، يعني بعملة السي. وغالبا في من ضمنها، يعني اذا رجعتوا تأكدتوا من الفيديو، في سكنات مكتوب عليها from shop، كأنه اشي زي هيك، اللي هو يعني من المتجر. فإما راح تكون بعملة السي أو بعملة السي بي اللي بدها شحن. فبس هذا حبيت أحكي لكم إياه. لا تنسوا حطوا لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. باي باي. آخر مرة هاي والله. سلام.